القيادي في تحالف الفتح علق على تمديد الرئيس الأمريكي لحالة الطوارئ في العراق بأنها دلالة على حدوث ربما تغيرات وتطورات ستطرأ على المشهد في الساحة العراقية خلال العام المقبل في 2024. دائما يتكرر هذا الطرح، هل أنت معه؟ ما أقصد هو شخص بالتغيير، يعني هم يعني المنظومة السياسية المشكلة لهذه الحكومة الآن مرعوبة الحقيقة، وقسم منهم حتى أصيب بجلطات يعني من الخوف والرعب، مرعوبين، وقسم من قادة الميليشيات الآن ما متواجدين أصلا، توقعوا في أي لحظة يعني إنه الناس الشعب العراقي الآن الذي يتهيأ للثورة الكبرى. طبعا احنا ما نحب الانتقام، ولكن هم ما قصروا مع الشعب العراقي بكل أطيافه، ولذلك هو يريد يخفف على انه هذا يتجدد كل سنه. نعم يتجدد كل سنه، ولكن اموال العراق، الشخصيات التي ممكن ان تعاقب، قتل سليماني وابو مهدي المهندس جاء وفقا لهذا القرار، وما سوف يحصل من اي تحرك من ميليشياتكم اللي انتم تتفاخروا فيها وتعتبروها مقدسه لا يمكن المس بها، سوف تسحق الحقيقة بموجب هذا القرار وغيره. ولذلك طبعا يحاول أنه لا يرسل رسالة للشعب العراقي بأن ينتفض بوجه هؤلاء. أنتم قتلة مستفيدين مما حصل من أوضاع شاذة في العراق منذ 20 عام، مارستوا كل الخداع باسم الدين والطائفة وما شابه ذلك، وجاء وقت الحساب. ووقت الحساب لا يمكن الحقيقة لأمريكا نفسها التي تحميكم بموجب هذا القرار، بالمناسبة هذا القرار أيضا يحمي النظام السياسي، ولكن الآن الأوضاع الإقليمية وعلى ما يبدو هذه الإدارة مشاكلها الداخلية جدا كبيرة، ومنها ما يتعلق بالديت سيلينج اللي هو رفع الدين اللي في أزمة كبيرة طبعا قد تكون عالمية، وضغط الجمهوريين بشكل مباشر على إدارة بايدن هي التي أبقت هذا القرار، ولا كان بايدن والحزب الديمقراطي كانوا طريقهم إلى إلغاء هذا القرار، كما ألغى القرار اللي ما يعرف بال يعني الأثوريتي أو فيوزنج استخدام القوة، صلاحية استخدام القوة العسكرية في العراق اللي الآن معلق هذا القرار. نعم. ولذلك حليفتكم إيران تقاربها لهذه الإدارة كانوا يريدوا أن يلغوا هذه القرارات حتى يستباح العراق بشكل تام وشرعي من قبل إيران والمجرمين والعصابات. نعم. طيب، ألا تعتقد أو ألا يبدو هذا الإعلان أو القرار الأمريكي من جانب الرئيس الأمريكي تمديد حال الطوارئ يبدو غريبا وتوقيته غريبا، على اعتبار كما قيل أن حكومة الإطار التنسيقي أو تحالف قوى الدولة لبى جميع المطالب التي فرضتها الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتهريب العملة والدولار وما شاكل، وتلبية أيضا مطالب البنك الفدرالي الأمريكي؟ نعم، بالنسبة للتوقيت هو توقيت سنوي أستاذ سعد. نعم. وتعرف جنابك في مايو عام 2003 يعني عام الاحتلال، حول الحقيقة الرئيس الأمريكي صفة الوجود الأمريكي آنذاك من قوة إحلال، يعني قوة على اعتبار جهات لإسقاط أو تحرير العراق كما كانوا يدعون، إلى قوة احتلال. تذكر جنابك هذا الموضوع ويذكر الشعب العراقي كله والعالم. بموجب هذا التوقيت في مايو عام 2003 صدر هذا القرار اللي هو أمر رئاسي الحقيقة، اللي أنا ذكرت لك إياه تحت رقم يعني 13303 اللي هو 13303. هذا الأمر الرئاسي كل سنة يجدد، يعني هو صدر بطريقة تلقائية أنه كل سنة يجدد، ولذلك التوقيت نعم توقيت زمني، ولكن توقيت سياسي مهم مع تصريحات السفيرة جنابك ومع تأكيدنا بأنه هذه القوة الظلامية الميليشياوية التي تتخذ من داعش والإرهاب والقاعدة الحقيقة سببا وذريعة لبقائها تحت مسميات المقاومة وما شابه ذلك، هو هذا اللي يجب أن يناقش. هذه مسؤولية دولية، هذه مو مسؤولية الشعب الذي يذبح وينحر ويرحل ويهجر. تعرف كيف؟ نعم الشعب العراقي ليس بجبان، ولكن القوة الغاشمة التي كما شاهدناها في تشرين، نعم، التي تجزر على السداد أن تجزر، هذه القوة لا يمكن مواجهتها إلا بسحب الشرعية، اللي احنا في البيان الاول المعارضه العراقيه طالبنا بانه اسقاط هذا النظام الميليشياوي وليس الديمقراطي يتم عن طريق سحب الشرعيه. هذا حقيقه يتلخص بانه شرعيه هؤلاء وشرعنه وجودهم قد انتهت، وانه زمن التغيير قد ابتدأ.